السلام عليكم. طيب في هذا الدرس خلينا نعمل اللي هي تغيير كلمة للدكتور للوجه للدكتور تغيير كلمة السر. طيب أنا إيش ممكن أعمل؟ طبعا بما أنه هو عندي ما فيش فرق يعني بين الدكتور والطالب، هو حيغير كلمة السر وأنا حيغير كلمة السر، لكن هو الفرق البسيط اللي هو الجدول. تمام؟ طيب يعني عندك هذا الجدول هو إيش؟ student، وهناك في الجدول تاع الدكتور اسمه فقط الدكتور. طيب انا ايش كيف ممكن اعمل هذه الشغله؟ طيب انا بدل ما اعمل تكرار للواجهه اعمل واجهتين، واجهه للطالب واجهه للدكتور عشان كلمه. فهذا الاشي يعني انا ما بكونش مبرمج حقيقي او ما بكونش يعني انا فاهم. فانا ايش هعمل؟ انا هعمل هذا الشغل كله في داله، هعمل هذا كله الشغل في داله، يعني همسك هذا كله هيك، هذا كله اعمل له هذا هيك، اعمل له قص، وهكتب هنا اللي هي مثلا change باس على الشكل، وهعمل هاي الدالة. تمام؟ طب هاي الدالة هتستقبل ايش؟ هخليها تستقبل string، هتخليها تستقبل string. يعني هنا مثلا خليه هنا اول اشي هنا ايش، خلي القيمة هنا student. تمام؟ خليها student. تمام؟ وهقول هنا ايش، كريت لي اياها. تمام، حاجة أعمل هنا بهذا الشكل. طيب حاجة هنا أنسخ الكود هذا كله بالضبط كده. طيب هنا في الستودنت حشيل الستودنت، حعمل هنا دبل كوتيشن، حط بلس دبل كوتيشن، وحط هنا بلس. تمام، هنا ايش هحط؟ هحط القيمة اللي اسمها مثلا هنا ايش، مثلا نيم مثلا نيم تيبل، اسم الجدول هقوله هنا ايش، نيم تيبل. تمام، يعني هو حيكون select كل اشي from من مين؟ من النيم تيبل. ايش النيم تيبل؟ قيمتها ممكن يكون student او يكون دكتور. طب اقول له where id، where id حسب هو الانتجر، مو حيكون نفس الانتجر. طيب تمام، نيجي هنا على اللي هو على المين منيو، هقول له عندك تغيير قيمة السر للدكتور، حداخله هنا وحنسخ هذا بالظبط كده. تمام، هذا نسخها هنا بالضبط. طيب لكن قلت انا كيف بدي اخلي يعرف هذه الواجهه النيو، النيو اللي هي بس اللي هي النيو بس تشينج بس وورد، كيف بدي اعرف انه هو طالب ولا دكتور؟ طيب زي ما عملنا في قبل حنعمل متغير هنا، مثلا نقول له هنا متغير سمي لي اياه مثلا عندك قول له هنا ستاتيك عشان يجيب القيمه، واقول له هنا انتجر اللي هي مثلا ايش، change بس s مثلا شرطة هيك دو دي change بس word لا student، لا student أو دكتور. فأنا حاجة أقول له هنا اللي هي أقول له هنا إيش، change s change بس s، أقول له هنا بيساوي مثلا واحد اللي هو إيش، لا إيش لل student، وأقول له عندك هنا اثنين لمين، للدكتور. وانا اقول له خليها اثنين لمين، للدكتور. اقول له تمام. طيب اقول له عندك هنا لا الاس. تمام، حاجه هنا على التشينج باسورد، هقول له في الكونستراكتور، في الكونستراكتور هنا اروح على الكونستراكتور هنا، هقول له اف، هقول له هنا اف انتجر مثلا، نقول له عندك سي اتش. تمام، هقول له عندك بدل هنا هقول له عندك سي اتش، سي اتش بدي يساوي المين منيو، المين منيو دوت تشينج باسورد. تمام، هقول له اف السي اتش هل تساوي مثلا واحد، طبعا واحد هي هتكون اسم الشاشة إضافة الطالب، إذا كانت اثنين عفوا تغيير كلمة السر للطالب. لو جينا احنا هنا نجي نعمل هذا هيك، لو انتم شايفين يعني ان هو هنا الكلام مو قالك ايش الاسم تبعها تغيير كلمة السر لطالب. تمام، طيب نجي نعمل بس طيب نمس محمد رجع هذا بهذا الشكل، هقول هنا السورس، هقول عندك هنا اللي هي عندك this.set title اسم هذا،
قولوا عندك هنا ايش؟ تغيير كلمة السر للدكتور. تمام، بس هاي طيب حاجة هنا في الديزاين عند اللي هي تغيير كلمة السر. طيب هقول له اف، اذا كانت السي اتش، اف اذا كانت السي اتش هل تساوي الواحد، اعمل لي اللي هو الكود هذا. تمام، يعني نفذ لي الدالة هاي. else اذا ما كانتش واحد، اذا كانت مثلا اثنين، قولوا عندك change password، خلي لي ايش؟ دكتور. دكتور، تمام. طيب نجي بس نتأكد هي اسمها دكتور. دكتور، تمام، اللي هي لهنا كمان انا احط هنا كمان نيم، هاي خلينا نتذكر كمان هنا نيم تيبل. تمام، نيجي بس نعيد هنا وما غيرش كلمة السر. واحد تسعة تسعة ستة، واقول له هنا ايش؟ دكتور، واقول له دخول. طيب اقول له مرحبا دكتور مثلا كذا، قال لك الدكتور هنا. قول له مثلا كلمة السر القديمة واحد اثنين ثلاثة، وانا واحد تسعة تسعة ستة، واحد تسعة تسعة ستة. قول له تغيير كلمة المرور، قال لك كلمة المرور قاطعة، فانا هقول له هي كلمة المرور القديمة ايش؟ واحد تسعة تسعة ستة. وهقول له عندك كلمة المرور الجديدة اللي هي واحد اثنين ثلاثة، وهنا واحد اثنين ثلاثة، واقول له تغيير. قال لك تم تغيير كلمة المرور بنجاح. نيجي نعمل تسجيل خروج، هقول له عندك هنا بس هاي نسكرها. قول له هنا ايش؟ 2014 واحد تسعة تسعة ستة هي كلمة المرور القديمة، وقول له دخول. قال لك تأكد من صحة البيانات. طب لو حطينا واحد اثنين ثلاثة وقلت له دخول، قال لك مرحبا. تمام، يعني كده انا استغليت الواجهة، بس انا غيرت اسم التيبل بس مرتين، بس غيرت كلمتين، بدل ما اعمل واجهة كاملة على عشان كلمتين، فانا لا بستغل هاي الواجهة عشان يكون عندي الكود نظيف، الكود خفيف، الكود مش مكرر وما فيش فيه واجهات مكررة. فانا كده يعني انا بكون كده انا فاهم البرمجة وانا فاهم ايش بسوي. طبعا ان شاء الله يكون الدرس بسيط وفهمتوه. بس نشوفكم الدرس القادم، والسلام عليكم.